الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة العظيمة سورة مريم سبق أن تكلمنا حول معانيها وبعض مواضيعها، وهي تتركز على الحديث حول الرحمة. وكما ذكرنا سابقا أن الرحمة ذكرت في سورة مريم في 16 موضع، والرحمة ذكرت في سورة الفاتحة في 4 مواضع، وهذا دليل على أن هذا القرآن قرآن الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وبعث الأنبياء كلهم رحمة للعالمين ولإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. هذه السورة بدأت بقصة زكريا عليه السلام، هذا النبي الصالح الذي دعا الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الآيات يبين لنا أثر الدعاء وفضل الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكان دائما يدعو ويكرر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد ويرزقه الذرية الصالحة الذرية الطيبة كما ورد في سورة آل عمران، ودائما يدعو حتى وصل عمره 120 سنة. لما بشر هذه البشارة كان عمره 120 سنة وزوجته قرابة 100، يقول المفسرون عمره 98 سنة، وهذه من أندر النادرات أن امرأة تحمل في هذا السن وهي عاقر، كما أنها كبيرة في السن هي أصلا عاقر، ولكنه لم ييأس من رحمة الله ولم ييأس من روح الله، بل كان يدعو، وورد في الأثر أنه كان يقول يا رب يا رب يا رب، يكرر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى أجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وبشره بيحيى لم نجعل له من قبل سميا، وقال رب اجعل لي آية، يعني سبحان الله على أن الله بشره والملائكة بشروه، قال رب اجعل لي آية، يريد يعني أن يتأكد أن زوجته ستحمل، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر في سورة آل عمران، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قال في سورة مريم قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، يعني شيء عجيب، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تنقطع، ورحمة الله قريبة من المحسنين، لذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء وألا ييأس من روح الله، ألا لا ييأس من الاستجابة، وألا يستعجل بالاستجابة. والدعاء حينما تدعو الله سبحانه وتعالى فلن تخسر شيء، إما أن يستجيب لك دعوتك، وإما أن يصرف عنك مكروه كان سيصيبك بسبب هذه الدعوة، أو أن يجعلها في ميزان حسناتك يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، يعني كي تكون عابد لله سبحانه وتعالى لابد أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح بالدعاء وتكثر من الدعاء. وهذه قصة زكريا أمامنا، قصة واقعية يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، أن الله وهب له يحيى رغم كبر سنه وأن زوجته عاقر، ولكن الله سبحانه وتعالى لكثرة دعائه والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى رزقه هذا الولد الصالح، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. يقول العلماء أنه حفظ التوراة لأنه من بني إسرائيل، حفظ التوراة قبل سن البلوغ، وكان يفتي ويتكلم بالحكمة قبل سن البلوغ، وهذا من معجزات الله سبحانه وتعالى. وأمر الله سبحانه وتعالى زكريا أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكر الله، رغم أنه يعني قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني أنت سوي ما لسانك ما في شيء، لا هو بمقطوع ولا أنت بأبكم، ولكن ينقطع عنه الكلام حتى تكون آية له ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته. ولكن يقول المفسرون وفي روايات إسرائيلية أنه كان إذا أراد أن يذكر الله ينطلق لسانه بذكر الله، وإذا أراد أن يتحدث في كلام آخر لا يستطيع الحديث، إنما بالإشارة يوحي إليهم، يعني يشير إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات باختصار ترشدنا إلى كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والتزام ذلك،
وأن هذه سبب للبر والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد قال العلماء لا يجتمع الشقاء وبر الوالدين، دائما بر الوالدين تجده سعيد في حياته، تجده موفق في حياته. وسبحان الله يقولون من كان جبارا اللي فيه صفة التجبر والطغيان هذا سبحان الله لا تجده بارا بوالديه، لأنها لا تجتمع هذه الصفات مع صفات البر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.